بص سجل دي عشان تعرف كويس ان زمان جرايم بيكسب. مش عارفه مين اللي اللغه الغريبه اللي بقى. هي ندى فعلا في الماتش هي وقعتني وده كان بجد مش اللي هو تمثيل بقى، لا هي فعلا وقعتني بجد عشان تاخد الكوره مني، وقعتني فعلا. من وانا صغيره بحب الزمالك جدا، يعني بحس فعلا ان هو نادي الملوك معنى الكلمه، فعلا الملوك بس اللي بتكون موجوده في نادي الزمالك. انا اهلي من وانا صغيره برضو بحس ان الاهلي هو نادي العظماء مش الملوك. دي حقيقة والله فعلا، يعني انا مش عارف اعمل حاجة فعلا من الجرع، يعني احنا صغيرين مع بعض في كل حاجة في كل حاجة فعلا، بس طبعا بقى يعني مع الوقت طبعا كل واحد بقى شاف حياته يعني كده طبعا بنتخانق كتير قوي وبتاع، بس احنا الاثنين عندنا حاجة كده حساسة شوية ان هي لو عيطت لازم اعيط. ايوه بتفضل بقى تعلي الصوت بقى وتشغل اغاني الاهلي بقى وتقعد تزلني. بس انا ما بتضايقش خالص الحقيقة، يعني كلنا عندنا روح رياضية. بودرة جت ان انا ده تالت سيزون لبنت النيل، اختيار بنت النيل، فانا قمت ان انا اعمل بالمبادره ما بين البنات، قلت هيبقى شكلها حلو، جمعت المتسابقات اللي عندي وعملت لبستهم طقم الاهلي وطقم الزمالك. ميس نايل اول مسابقه فعلا تعمل حاجه زي كده، تعمل مبادره زي دي، تعمل مبادره ان هي كانت تتكلم عن لا التعصب بفكره ان هي بنات يعني كمان، فدي حاجه يعني انا شايفاها ان هي جديده واول مره تحصل، يعني اول مره تكون موجوده هنا. أو في الأخير دي حاجة لعبة ومصر كلها بتلعب كورة، نفرح لبعض يعني بجد لازم نفرح لبعض. وبعدين فكرة كمان إن ماتش كورة بتلعب ما بين بنات دي حاجة مش بتحصل كتير قوي عندنا هنا في مصر يعني. إزاي البنت تلعب كورة وإيه ده دول ولاد ولا بنات؟ ويعني كنت بشوف كتير قوي من كمية التريقة علينا، بس بالعكس دي حاجه مفرحاني جدا. ايه ده بنت لابسه تشورت لابسه شراب، اللي هو ازاي اصلا بتلعب كوره؟ فانا مش شايفه ان دي حاجه مهمه غير اللي انا يعني شايفاه لنفسي، ان انا فعلا فرحانه بالحاجه اللي انا بعملها دي. بالعكس البنت ممكن تبقى احسن من الولد كتير جدا في الكوره، وعندها روح رياضيه اكتر من الولاد بكتير، لان واحنا بنلعب الماتش مش بنتخانق زي ما الولاد فعلا بينزلوا يتخانقوا وممكن يضربوا بعض عشان خاطر حد جاب جون. الفكره اللي انا عايزه اوصلها لو فعلا ما فيش فرق ما بين الراجل والست بالذات في الكوره، يعني مش بيقولوا ان الست حنينه فعلا، لا الست ناشفه فعلا زي الراجل. افريقي ما بين الاهلي والزمالك خصوصا ان هو اول مره تعمل في مصر، كان المفروض ان احنا مش انا بس اللي اعمل المبادره دي، كان المفروض كل مصر تقوم بالمبادره عشان خاطر لا مش بتتفرجي على افريقيا بس، لا العالم كله بيشوفك. عايزين يطلع شكلنا حلو حتى لو خصوصا لو المباراه بدون جمهور، بس ما في جمهور ورا الكاميرات، عصبيه وضغط نفسي على اللعيبه اصلا بيبقى موجود. احنا عايزين نخرج الناس من العصبيه اللي هم فيها، ونخليهمش كمان يبقى في بينهم ميركات، خصوصا ان اللعيبه اصلا بره صحاب. لا انا لا مش اللي هي اختي، مش اللي هو لا انا خايفه عليها، لا انا بلعب علشان فريقي، انا عايزه كانت بتوقعني عادي، انا عايزه اكسب فريقي وهي عايزه تكسب فريقي، يعني انا فعلا عايزه اكسب فريقي، مش بتكلم ان هي اختي فاللي هو لا اخاف عليها او اكسب فريقها وهي تكسب فريقي، لا مفيش الكلام ده، انا بلعب عليا انا فريقي. بابا اصلا زملكاوي وماما اهلاويه، فالموضوع صعب اصلا عندنا في البيت، يعني يوم ماتش الزمالك والاهلي محدش فينا بيقعد في البيت بامانه، يعني جوه الماتش لا يعني من كل واحد بيبقى عايز النادي بتاعه هيكسب، بس بعد الماتش بنكون عندنا روح رياضيه بجد. انا بقول للاهلي يعني انت مهما عملت بجد ومهما خسرت او كسبت انت هتفضل في حياتي وفي روحي والله، وعمري بجد ما هتنزل عنك لان انا فعلا بحبك جدا. انا عايزه اقول للزمالك انت ملك وهتفضل ملك ومعانا طول عمرنا، وعمرنا ما هنتخلى عنك مهما كسبت او مهما خسرت، احنا موجودين معاك ووراك ودايما هنشجعك، انت بجد فعلا في قلوبنا. اوجه رساله للجمهور الاهلي اقول له لا التعصب، احنا كلنا واحد، سواء انت اهلي سواء انت زمالك احنا كلنا بمصر،
فبجد ما فيش داعي خالص للتعصب، سواء انتوا كسبتوا او سواء احنا كسبنا، احنا كلنا فرحانين لبعض. اوجه رساله لجمهور الزمالك، مش عايزين ان احنا نتعصب في الماتش، حتى لو الاهلي كسب او الزمالك كسب، بجد مش عايزين ان احنا نتعصب في الماتش، وفعلا ده للتعصب. فاهلي وزمالك؟ لا صراحه محدش بيجي صالح حد. محدش بيبقى عايز يجي يتكلم التاني اصلا. انا من وجهه نظري ان انا شايفه ان فعلا الولاد نفس البنات في كل حاجه. مش كهربا ده بتاع الزمالك يا بنتي، راح الاهلي.